امرأة حجت وتستعمل حبوب منع العادة الشهرية، وعند طواف القدوم بعد أن طافت وانتهت منه رأت قطرات من الدم ولكنها صفرة أو كدرة وأكملت الحج وهي ترى ذلك حتى سافرت، ماذا يجب عليها مع العلم بأنها متزوجة؟ أما طواف القدوم فإنه سنة لا يضر، إذا لم يصح لا يضر لأنه سنة. أما طواف الإفاضة فلا بد من الطهارة فيه، وأما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض، ما يبقى إلا طواف الإفاضة فلا بد أن تؤديه وهي طاهر. فإذا كانت أدته وعليها الدم فإنه باق في ذمتها، فعليها أن تؤديه الآن، عليها أن تؤديه الآن لأنه لا يتم حجها إلا به. نعم.